ونروح لإمبي. وتقدم نادي إمبي بشكوى رسمية لاتحاد الكرة بشأن انتقال جاكوب انجوكو لاعب سيراميكا كليوباترا لفريق المقاولين العرب. الشكوى بتقول إنه إمبي فسخ تعاقده مع اللاعب لوكا موزينجو اللاعب الكونغولي السابق للفريق من أجل قيد جاكوب قبل ما يفاجأ بموافقة سيراميكا على انتقاله للمقاولين رغم سابق الاتفاق ما بين الناديين على الصفقة. الحقيقة كان يعني صفقة عملت شوية ضجة وشوية جدل لأنه سيراميكا كليوباترا ده واحد من اللاعبين المتألقين فيهم وهم متصدرين وبنسبة كبيرة هم الأقرب للتأهل للدوري الممتاز المصري لأول مرة في تاريخهم، فبيع واحد من نجوم وأعمدة الفريق الرئيسية وحصل ضجة كمان عليه أنه راح واتمرن مع إمبي وبعدين تم انتقاله للمقاولين العرب. كل ده خلينا نسأل الاستاذ معتز البطاوي المشرف على الكره في نادي سيراميكا كليوباترا. استاذ معتز برحب بيك. اهلا بيك يا استاذ كريم، ازيك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله تمام. احكي لي بقى عن الضجه اللي حصلت بسبب اللاعب جاكوب. انتوا الاول اتفقتوا مع إمبي وبعدين راح المقاولين، ايه اللي حصل؟ والله هو في البدايه انا متعجب جدا، يعني هو يعني في مفاجاه بالنسبه لنا ان نادي إمبي يتقدم بشكوى مفادها ان هو عاوز او ليه احقيه في الولد رغم ان احنا على تفاوض بقالنا فتره تقريبا. انا احكي لك طبعا بالتفصيل يعني طبعا، لكن اللي انا سامعه النهارده واللي انا قريته من الخبر ان هم فسخوا تعاقدهم مع اللاعب بتاعهم بانتظار ان هم يأيدوا لاعب تاني. يعني نادي إمبي دايما معودنا باحترافيته واحترافيه مسؤوليه في كل شيء وبنتعلم منهم كل شيء، طبعا نادي عريق ونادي كبير، لكن انا مستغرب حتى المبرر بتاعهم ان هم يفسخوا التعاقد مع لاعب وبعدين مستنيين ان هم يأيدوا لاعب تاني. اعتقد ان يعني الاهلي بيضغط مثلا ان هو بيجيب لاعب اهو وبعدين بيشوف مين اللي هيخرج مكانه، انا النهارده بجيب اللاعب الاول وبعدين اشوف مين اللاعب اللي هخرجه من قيد. كذلك عمل كده المقاولين العرب، كذلك اعتقد معظم الانديه بتعمل كده يعني. لكن انا بالتفصيل عشان ما اطولش عليه، يوم 9/1 يعني وفي البدايه على فكره احنا نادي سيراميكا كليوباترا تقريبا من نص ساعه بالظبط نزلنا بيان، ايوه في كل الحقائق اللي موجوده في انتقال اللاعب للمقاولين العرب. ما اعرفش هو موجود عند حضرتك دلوقتي ولا لا البيان، ممكن حضرتك لا ما وصليش دلوقتي على الهوا، بس يعني ممكن تقولي برضو ملخصه كده يا استاذ معتز، ايه اللي اتقال فيه؟ ملخص البيان ان احنا يوم 9 يناير تحديدا جالنا خطاب رسمي من نادي إمبي بيطلب فيه استعاره اللاعب. حلو. بعد دراسه العرض وطبعا خدنا راي مجلس اداره وراي المدير الفني للفريق كابتن هاشم شعبان، قمنا بالرد على الفاكس رسميا يوم 11 يناير ان احنا لينا طلبات محدده في العرض، هم في الاعاره هم كانوا طالبين اعاره بنيه البيع، فطلبنا مبلغ في الاعاره ومبلغ نظير البيع النهائي في نهايه الموسم. لم يتم الرد علينا من نادي إمبي غير تليفونيا يوم 11 بالليل، كلمني الاستاذ عبد الناصر محمد او كابتن عبد الناصر محمد مدير الكره هناك. طبعا كلام بقى يعني ان هم لا مش هيدفعوا فلوس في الاعاره، طب نخليها مبلغ اقل واقل بكتير، فما توصلناش لصيغه محدده. قال لي انا هشوف اخر حاجه عندي اقدر اعملها ايه وانت شوف عندك اخر حاجه نقدر نعملها ايه. المهم تباطؤوا في ان هم يردوا علينا بالموافقه على العرض اللي احنا مقدمينه بنفس التوقيت. كان يوم 12 صباحا، يوم 12 يناير الصبح جالي عرض رسمي من المقاولين العرب بطلب استعارة اللاعب مقابل نفس المبلغ اللي احنا طلبناه بالضبط من إمبي وبدون نية البيع. يعني انا عندي الاحقية ان انا في نهاية الموسم ابدأ التفاوض من اول وجديد على بيع الولد. حلو. الحقيقة ردينا على الفاكس بتاع المقاولين العرب في نفس اليوم ده، هو يوم 12 يناير مساء الساعة 9. طبعا كل اللي انا اكلمك فيه ده كله مثبت بالفاكسات وبالورق الرسمي اللي ان شاء الله بكرة الصبح هيبقى اتحاد الكورة. حلو. الصباح في يوم 13 يناير اجتمعت انا ومسؤولين نادي المقاولين وفي وجود اللاعب ووجود وكيل اللاعب، وتم التوقيع من خلالي ومن خلال مسؤول نادي المقاولين ومن خلال اللاعب، واتممنا الصفقه بشكل نهائي يوم 13 صباحا. اعاره 6 شهور. اعاره 6 شهور بمبلغ مادي على ان يقوم التفاوض في حاله البيع النهائي، في رغبه المقاولين العرب في البيع النهائي بالتفاوض في نهايه الموسم. جميل. انتشر الخبر يوم 13 ان احنا خلصنا الصفقه في المقاولين العرب، طبعا بعد تباطؤ إمبي في ان هم يردوا علينا او المفاصله الزياده اللي هو اللي حصلت الحقيقه من خلالهم. يوم 13 بالليل فوجئت بفاكس من إمبي بيقول لي ده انا موافق على طلبك اللي انت طلبته يوم 11. طبعا كانت القصه كلها انتهت وكان الموضوع
انتهى من عدة ساعات. فالحقيقة أنا مستغرب الشكوى ليه، يعني إيه في أحواها، أو هم طالبين إيه بالظبط، أنا مش عارف الحقيقة لغاية دلوقتي. لكن الأمور واضحة جدا، بكرة الصبح إن شاء الله في الورق الرسمي كله مذكرة مننا بالرد على الشكوى المقدمة من النادي. طيب الموضوع كله ببساطة. حلو قوي، خليني بقى أسألك على جزئية مهمة جدا. أنا بنافس وممكن أبقى المرشح الأول للصعود للدوري الممتاز، ليه أبيع واحد من أهم لاعبتي؟ هو مبدئيا هو مش بيع، هو إعارة، يعني مش معايا خلاص، هو الاستغناء عنه قصدك خلال الفوز دول. الحقيقة احنا أنا رجعنا كان في يعني الأمور الفنية دي للكابتن هاسم شعبان، هو شايف إن الحمد لله أنا امتلك قوام فريق 30 لاعب، وفي ثلاث لاعبين كمان تحت السن 33 لاعب كلهم يقدروا يكملوا المسيرة بنفس الشكل وبنفس القوة إن شاء الله بإذن الله خلال المرحلة اللي جاية. المنافسه شايفها ازاي طيب يا استاذ معتز؟ هل المنافسه يعني انتم مرتاحين مطمنين بان انتم ممكن تبقوا في الدوري الممتاز السنه الجايه؟ اكيد اكيد. لا 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 طبعا المنافسه لسه بدري جدا جدا، انا باقي لي لسه 33 نقطه الدور الثاني، 11 مباراه كلهم اقوى بكتير من الدور الاول. طبعا مش عايزه كلام، مش عايزه كلام، كلها فرق عريقه وفرق قويه جدا جدا، كلها يعني تسع انديه من ال 11 من ال 12 نادي تقريبا لعبوا دوري ممتاز قبل كده. ايوه نتائج ثلاث انديه من الدوري الممتاز داخليه بتروجيت النجوم. لا طبعا منافسه قويه جدا، حتى الفرق الجماهيريه الفرق العريقه ما اقدرش اقول ان المنافسه اتحسنت، بالعكس خالص خالص. بس انا بتكلم ان انت دلوقتي الفرق ما بينك وبين اللي بعدك قد ايه؟ 8 بونت، انا 27، داخليه 19 8 8 نقط، اعتقد ان هم برضو مريحين يعني بقدر كبير. يعني ما اقدرش اقول مريحين، الكره فيها كتير وفيها العجب، يعني لسه بدري جدا نقدر نقول مريحه، الفرق مريح لما نحس ان احنا بالفعل حسمنا اخر نقطه لينا في الصعود ان شاء الله. بتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله، ويعني المنافسه تكون منافسه شريفه ما بين كل المتنافسين على الصعود للدوري المصري الممتاز في النسخه القادمه منه باذن الله. اللي يستحق التواجد وسط الكبار يكون موجود وسط الكبار. بشكرك مره ثانيه الاستاذ معتز البطاوي المشرف العام على الكرة في نادي سيراميكا كليوباترا.